خصاص الكبير في مادة الأنسولين للنواب عبد الرحمن العمراني، فاطمة بن مدين، مصطفى سكادي، وعبد الحق بوزيان من فريق اشتراكي. تفضل سيد الرئيس، سيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين. سجل في الفترة الأخيرة خصاص كبير في مادة الأنسولين من فئة 100 وحدة، وذلك بالعديد من المستشفيات العمومية والمستوصفات الحضرية والقروية. وقد تناقلت مختلف وسائل الإعلام المكتوبة أخبار عن معاناة المرضى وذويهم من جراء هذا النقص مدينة فاس نموذجا، وتبين بالملموس أن الإجراءات التي اتخذت والقاضية باستبدال مادة الأنسولين من فئة 40 وحدة من أصل بشري إلى الأنسولين من فئة 100 وحدة من أصل حيواني لم يواكبه استعداد كافي على مستوى توفير الكميات المطلوبة من الدواء الجديد بالمراكز الصحية العمومية، علما أن تكاليف الدواء تبقى في الوضع الراهن فوق طاقة المرضى من ذوي الدخل المحدود والفئات الضعيفة عموما. لذلك فالسؤالان هما كما يلي: ما الذي جرى بالضبط بخصوص هذا الموضوع، خاصة في مرحلة استبدال الدواء القديم بالدواء الجديد؟ ثانيا، لماذا لم تكن هناك برمجة استعجالية من طرف الوزارة، وهل هناك تفكير في هذا الأمر مستقبلا لتلافي تكرار ما حصل؟ وشكرا. شكرا سيدي الوزير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للسادة النواب من الفريق الاشتراكي على طرح هذا السؤال، والذي هو مهم كذلك نظرا لخطورة هذا المرض وانتشاره وربما تزايده في المستقبل. أريد أن أصحح أن الوحدة الآن الوحدة لا 40 ولا الوحدات الجديدة 100 وحدة، هي من أصل بشري وليس حيواني، وهذا شيء مهم جدا. أريد كذلك أن أقول أن عملية الانتقال من 40 وحدة دولية إلى 100 وحدة دولية بشرية تم في ظروف حسنة جدا مقارنة مع ما تم في دول أخرى، وأن الطاقم المخضرم الذي واكب هذه العملية يحوي أطباء من وزارة الصحة، مختصين من القطاع الخاص، ورؤساء مجتمع مدني، جمعيات مجتمع مدني، وقد واكبت هذه العملية بصفة دقيقة حتى انتقلنا من 40 وحدة إلى 100 وحدة بشرية. وأن هذا الانتقال استراتيجي كان لابد أن يكون نظرا لإمكانية جفاف أماكن صنع هذه الأنسولين ذات التركيز 40 وحدة في المستقبل، ولأن جميع الدول حتى في محيطنا قد انتقلت قبلنا من 40 وحدة إلى 60 وحدة، حتى الدول الضعيفة والصغيرة انتقلت قبلنا إلى هذا التركيز. أريد كذلك أن أقول أن جميع الإمكانيات قد تم اتخاذها لتزويد السوق بما يكفي من الأنسولين، وأن لدينا مختبر في الدار البيضاء يصنع هذه المادة ويشتغل مع أكبر مختبر أمريكي في هذا الميدان، وأن السوق مزود. طبعا يمكن أن يكون هناك مشكل في التوزيع وفي الخزن، وأن لا يجد شخص ما حقنة في صيدلية بعيدة أو في مكان ما، ولكن على العموم فجميع الوسائل موجودة والسوق مزودة بالكافي منها. أكيد أنه وقع في فاس في أحد المستشفيات نفاذ الكمية التي كانت مبرمجة، لأن سكان مناطق أخرى أتوا لأنها توزع مجانا، ولكن تم إدراك القضية في العملية في وقت وجيز جدا. وأظن كذلك أنه لا تخوف بتاتا فيما يتعلق بتزويد السوق من هذه المادة وخزنها، وأتمنى أن العاملين في هذا الميدان يتمكنوا من توزيعها في الوقت المناسب وفي ظروف حسنة. شكرا. شكرا. تفضل سيدنا تعقيب. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير. كلنا كنعرفوا بأنه في 1/6/4 استبشرنا خيرا باستبدال مادة الأنسولين من فئة 40 إلى فئة 100، وأصبحنا كنشتغلوا بواحد الأنسولين اللي عندها مواصفات دولية كسائر الدول. وكانت هناك واحد الحملة تحسيسية واحد الشهر قبل في المستوى، لكن مع الأسف
اللي ما واكبهاش وهو التوفير ديال الكميات الكافيه. فالان الغياب ديال ماده الانسولين في اقاليم كثيره كتعرض للمرضى المضاعفات خطيره وكلكم كتعرفوها، كتمس الشرايين، القلب، الدماغ، العيون، الكلي. والثمن سيؤدي غاليا الى بقات هذه الانسولين خاصه من طرف المريض ولا الحكومه. والكل كيعرف المعاناه الان ديال المرضى قصور الكلوي اللي كثير فيهم امراض السكر. الخصاص السيد الوزير كبير جدا في جميع المؤسسات الطبيه كانت حضريه ام قرويه. ونعطي مثال على اقليم خريبكا. اقليم خريبكا من جوان لهنا ترسل لها 1200 فلاكون. 1200 فلاكون ما يكفوش واحد المستوصف لمده 4 أشهر. الان اصبحنا تنعيشوا في واحد الجو ماشي سليم في هذا المشكل ديال الانسولين، وكنسمي كاع بواحد السوق سوداء. الان كتفرق الانسولين 40 في المستوصفات والوزاره معناها ومغمضه عليها العين. السيد الوزير كتعرفوا بان المرضى ديال السكري فيهم في امس الحاجه للمساعده من طرف الحكومه، فرجاء منكم باستعجال حل هذه المشكله لتفادي اثار سلبيه وخطيره على الحاله الصحيه للمرضى. شكرا. شكرا. تفضل سيدي وزير بزانتكم. اريد ان اقدم لكم الشكر على الشطر الاول من تدخلكم. اما الشطر الثاني فاريد ان اقول ان توزيع الكميات على المستشفيات تكون حسب استهلاك السنه الماضيه او السنوات الماضيه معدلها، فتم توزيع هذه الكميات طبعا على المستشفيات والمصحات حسب استهلاك السنه الماضيه وتخمينات الاطباء في اي مكان. ولكن اريد ان اكرر واقول على ان تزويد السوق بهذه الماده كافي للاشهر المقبله وللسنه المقبله ان شاء الله ربنا، وانه ليس هناك اي خصاص. اذا كان هناك ديسفونكسيونمون فيما يتعلق ببعض الاماكن فسنعمل ان شاء الله على تجنبه في المستقبل. والسلام عليكم. شكرا.